اليوم بتكلم عن الحوض المائي للزراعة المائية. في حالة الرغبة في عمل زراعة مائية في حوض مائي لا بد من استخدام مضخة للأكسجين، ضرورية جدا كما نرى هنا. هذه المضخة يخرج منها 3 ليات وتوزع على الحوض، في أول الحوض، في وسطه، في آخره، وذلك لتزويد الماء وعمل فقاعات داخل الحوض مما يساعد على توفير الأكسجين. أما في حالة عدم وجود هذه المضخة فإنه يصفر النبات ويكون ضعيف. وفي طريقة أخرى ممكن استخدامها اللي مثل الطريقة هذه عبارة عن مضخة تسحب من الأسفل وترجع من الأعلى، ولكن ليست عملية عندما يكبر النبات تتغطى ولا يكون لها نفع كما المضخة الأكسجين. لذا أنصح فيها ضروري جدا قبل البدء توفيرها، قبل بدء بعمل الحوض. والسلام عليكم.